هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتل أحد في المعارك حيث أنه لم يقتل رجلا واحدا وهو أبي بن خلف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، لا يجوز للنبي أن يقتل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قائد، والقيادة هي إدارة المعركة عن بعد عادة، فكان ما يشارك مباشرة في القتال صلى الله عليه وسلم. وأبي بن خلف هو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوني أقتل محمدا، إني قاتل محمدا، فقال نسلم دعوه، افتحوا له المجال، وله ما يقدر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه. فلما اقترب رمى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح فأسقطه، فجاءوا وحملوه فيقول إني ميت، فيقول له سليم سليم، فيقول بل قتيل قتيل، إنه توعدني في مكة. وذلك أن أبي بن خلف كان عنده فرس يعلفها، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه يعلفها ليقتلك وأنا عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قاتلك. هذا في مكة كان يقول، يهدد النبي يقول سأقتلك، وكان النبي يقول له إني قاتلك. فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأصابه، فيقول له سليم، فيقول هو قتيل، كان يتهددني بالقتل، يعني وعدني أن يقتلني، هو صادق، يعني كان يقول محمد صادق، هو قال لي سيقتلني وقتلني فعلا.